شواهد تاريخية أو بالأحرى كنوز تمتد على عصور من الزمن وتعبر عن هوية متأصلة في التاريخ. كانت الجزائر العاصمة عروس المتوسط مسرحاً لها. هذه التحف والشواهد التي لا تقدر بثمن يتم حفظها في مختلف متاحف العاصمة، المتاحف التي تعد البوابة التي يطل من خلالها الزوار على كنوز الحضارات التي مرت بها. المتحف الوطني للفنون الجميلة المنتصب في أعالي الحي العتيق للحامة، متاخماً لأحدى أقدم الحدائق في العالم، هو واحد من أعرق هذه المتاحف. قرابة 8000 قطعة فنية موزعة على 4500 متر مربع، حمل كل منها توقيعات لفنانين عالميين من مختلف المدارس الفنية والطبوع والتقنيات، وتمتد على ذاكرة سعتها 7 قرون. تعود معروضات المتحف إلى حقبات مختلفة، إذ تم اقتناء بعض اللوحات من المعارض الدولية وأخرى من ملاكها الأصليين من المعمرين خلال سنوات الاحتلال، في حين عادت بعض المقتنيات بفضل الهبات مثل ما هو الحال بالنسبة للأعمال الفنية الحديثة. في عام 2007 تم تهيئة قاعتين على مستوى المتحف بهدف عرض أعمال الفنانين المستشرقين الذين زاروا الجزائر وانبهروا بجمال البلاد وطابعها المعماري، وكذا بعادات وتقاليد المجتمع الجزائري. في قلب متحف الفنون الجميلة قاعة برونزية بها العديد من المنحوتات البرونزية الفريدة من نوعها في العالم، كما يحوي مكتبة مخصصة للباحثين والمؤرخين تضم كتباً متعددة حول كل أقطاب الفن من النهضة إلى حد الآن. أقدم كتاب يعود إلى القرن 16 لفازاري جورجيو حول حياة المهندسين المعماريين، وصنفت من أهم المكتبات على مستوى البحر الأبيض المتوسط. ولأن المتحف الوطني اختار عنواناً له وهو الفنون، فقد آثر أن يخصص مساحة للفن الجزائري المعاصر يجمع بين رموز الفن التشكيلي كمحمد راسم الذي برع في المنمنمات، والفنانة الجزائرية باية، بالإضافة إلى عمالقة الفن الجزائري على غرار إسيا خام ورشيد قريشي. متحف الجزائر بالرغم من أنه لم يجدد مجموعاته الفنية إلا أنه يعد من أهم المتاحف عبر العالم، باعتبار أنه يضم العديد من التحف الفنية الأصلية لمختلف المدارس الفنية التي ازدهرت عبر العالم. ولذلك يشرف فريق من المهندسين المعماريين على تحديث وصيانة ما يحتويه من تحف فنية، حيث صنف كمعلم تاريخي العام 98900. أشغال ترميم وإعادة تهيئة المتحف جرت على عدة مراحل، وذلك لتفادي إغلاق المتحف بشكل كلي في وجه الزوار،
وعليه بقي المتحف مفتوحاً أمام الجمهور طيلة 10 سنوات رغم أشغال الترميم. تمكن من خلالها من إعادة تهيئة عدة فضاءات، كان آخرها الفضاء الذي تمت إعادة تهيئته بسينوغرافيا جديدة، وهي القاعة التي شاهدتموها قبل قليل. متحف الفنون الجميلة، رحلة ثقافية تفتح أعين الزائرين على 7 قرون من الفن العالمي المبهر بمختلف تفاصيله ومجموعاته الأصيلة والنادرة التي جعلته واحداً من أهم متاحف الفنون في إفريقيا.